طبعا هون معلم واقف في امان الله وضارب غماز وعم لف بشكل رسمي. شوف شو اللي صار، اجى لك واحد تصمي معلم شل امل الحياه. تفضل يعني تفضل، شو سوى؟ شو اللي صار بالضبط؟ بس اهم شيء ان اتخذ الفرصه معلم وتهزم على السريع قبل ما يرجع يسوي لي مشكله بالطريق. بس هيك وضعه تمام معلم ولا شو الوضع؟ شايفين هذا اغراض تحديث تجديد معلم، بلش يصير اغلاط. شايفين شو صار بالشاحنه؟ الشاحنه تبعيته ارتفعت للسماء وظلت خلاص هيك، بضل مسكر الطريق ابدا، ما راح يتحرك مره ثانيه الطريق.